بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعداد، إن شاء الله النهاردة معانا ريفيجن كامل على يونت 2 طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية إن شاء الله. ولكن دايما كلنا البداية مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لأهم الفوكاب معنا advertise، advertise يعني يعلن، الفعل advertise يعلن، artist، artist يعني فنان، artist يعني فنان، pile، pile يعني يغلي، pile، carpet، carpet يعني سجادة، carpet، cassette player، cassette player يعني مشغل كاسيت، cassette player، charge، charge يعني يشحن، charge يعني يشحن، charge يشحن، fridge، فريج يعني ثلاجة، فريج، جس يعني يخمن، جس جسد، هاندي كرافت، هاندي كرافت يعني حرفة يدوية، هاندي كرافت، هيدفونز، هيدفونز يعني سماعات الرأس، هيدفونز، هوريبل، هوريبل يعني فظيع، هوريبل، اندستري، اندستري يعني الصناعة، سيتي سنتر شوب، سيتي سنتر شوب يعني متجر وسط المدينة، سيتي سنتر شوب، كوفي ماشين، كوفي ماشين يعني آلة صنع القهوة، كوفي ماشين، كولورفول، كولورفول يعني ملون أو زاهي، كولورفول، كومباني، كومباني يعني شركة، كومبلين، كومبلينت يعني شكوى، كاستمر، كاستمر اللي هو زبون، ديل يعني صفقة أو يتعامل، ديل صفقة أو يتعامل، ديكوريت، ديكوريت يعني يزين أو يزخرف، ديكوريت، delicious، delicious يعني لذيذ، delivery، delivery يعني توصيل طلبات، delivery، design، design يعني تصميم أو يصمم، design، discount، discount يعني يخصم، discount اللي هو يخصم، explain يعني يشرح، explain، fill in يعني يملأ استمارة، fill in، fill in لكن لو full، full of أو full، full of يعني ممتلئ بي، لكن fill in يعني يملأ كبير، free يعني مجانا، free، fresh يعني طازج، fresh. عندنا بالنسبة لباقي الكلمات لي طبعا كيتل اللي هو الغلاية، كيتل، ليدر، جلد، لوج ان يسجل دخول، ماشين آلة، مايكروويف، مايكروويف اللي هو آلة المايكروويف، ميكسد اب يعني مختلط، مين اساسي، ام بي 3 بلاير، ام بي 3 بلاير مشغل موسيقي، نيكلاس عقد او قلادة، نيكلاس، نيجاتيف يعني سلبي، اوفن اللي هو الفرن، اوفن، اوردر فورم يعني نموذج الطلب، اوردر فورم، باسورد، باسورد يعني كلمة السر او المرور، بلوج ان يعني يكون بتوصيل جهاز، بلوج ان، بوزيتيف، بوزيتيف يعني ايجابي، بوستر يعني ملصق اعلاني، بوستر، برايس سعر، كواليتي يعني جودة، كواليتي، ريفيو مقالة نقدية، ريفيو مقالة نقدية، سيل يعني تخفيض او اوكازيون سيل، شوب اسيستنت مساعد متجر او بائع، سمارت يعني ذكي، سبيكرز، سبيكرز اللي هو مكبر الصوت، سبيشال اوفر، سبيشال اوفر يعني عرض خاص، ستور يعني متجر ستور، ستايل اسلوب، ستايل، سيرفي يعني دراسه او استبيان، تيربل يعني سيء جدا او رهيب، توستر آلة تحميص الخبز، تراديشنال تقليدي، تيرن اوف يغلق جهاز، تيرن اوف عكسها تيرن اون يفتح، exciting يعني مثير، exciting أو شيق. بالنسبة للpropositions أو expressions and prepositions التعبيرات وحروف الجر، answer a complaint يعني يجيب على شكوى، answer a complaint، charge a battery يعني يشحن البطارية، charge a battery، order pots يطلب أواني، order pots، call back يعاود الاتصال، call back، earn money يكسب مالا، earn money، follow a rule يعني يتبع قاعدة، follow a rule، get angry يعني يغضب، get angry، have a discount، have a discount يعني لديه خصم، have a discount، keep calm يحافظ على الهدوء، keep calm، make a complaint، make a complaint يعني يقدم شكوى، make a complaint، make coffee يعني يعد قهوة، make coffee، spend money on، spend money on يعني ينفق
ميلن على. عندنا congratulations، congratulations يعني تهانين أو تهانين على. decorate with يعني يزين. decorate with. famous for يعني مشهور به. famous for. look for يعني يبحث عن. look for. for breakfast على وجه الإفطار، على وجبة الإفطار. for breakfast. popular with يعني محبوب لدي. popular with. problem with مشكلة في. problem with. send back يعني يعيد الإرسال أو يرجع. send back. wait for يعني ينتظر. wait for. what type of، what type of يعني ما نوع. work for يعمل لده. on special offer في عرض خاص. on special offer. بالنسبة لي عندنا الword synonym and antonym. cheap الأبوزيت منها أو المرادف ليها. inexpensive، inexpensive يعني رخيص. ناخد بالنا من الـ prefix in، in هنا اللي هو يضاف لكلمة expensive. inexpensive، expensive. free for no money يعني مجاني بدون مقابل. for no money. bid يعني مدفوع الثمن، يبقى عكسها bid مدفوع الثمن. look in يعني يسجل دخول، بتساوي sign in يعني يسجل دخول. look out يعني يسجل الخروج. look، look out. seller يعني بائع. seller. assistant يعني بائع. seller assistant. buyer or customer يعني مشتري. positive يعني إيجابي. positive. certain يعني متأكد. negative يعني سلبي. negative. online يعني متصل بالإنترنت. connected to the internet متصل بالإنترنت. offline غير متصل بالإنترنت. horrible فظيع. terrible فظيع أو كريه. horrible terrible. الأوبوزيت منها wonderful أو fantastic. wonderful أو fantastic. بالنسبة عندنا للسفكس اللي هو اللاحقة would، طبعا لو ضفت لها السفكس in أصبحت wooden. طبعا هنا كلمة خشب أصبحت خشبي. wool يعني صوف. woolen يعني صوفي يعني مصنوع من الصوف. woolen. color يعني لون، لو ضفنا السفكس ful أصبحت colorful يعني زاهي الألوان. طبعا هنا تحولت الاسم إلى صفة colorful. traditional يعني عادة، أصبحت traditional يعني تقليدي. برضو هنا adjective، يبقى سواء wood أو wool أو color أو traditional أو tradition اتحولت لwooden، woolen، colorful، traditional. طبعا دي noun أسماء ودي adjectives اللي هي صفات. عندنا كلمة loud يعني صوت عالي. loudly يعني بالصوت عالي. طبعا هنا adverb من صفة إلى ظرف. slow slowly. careful carefully. comfortable comfortable أو comfort. طبعا هنا loud slow careful اتحولت الصفات إلى adverb بإضافة suffix ly يعني loud loudly. slow slowly. careful carefully. طبعا هنا adverb. بالنسبة للverbs أو الاسم comfort يعني راحة. access يعني وصول. لما نضفناها السوفيكس suffix أو ble أصبحت هنا مريح. comfortable comfort comfortable. access accessible accessible. طبعا هنا أصبحت إيه من noun إلى adjective يعني من اسم إلى صفة. بالنسبة عندنا للprefix اللي هو البداية اللي بتضاف للكلمة. عندنا expensive لو ضفنا لها الprefix in أصبحت inexpensive يعني غالي الثمن. غالي الثمن عكسها غير غالي الثمن أو رخيص. عندنا الprefix un لو ضفنا للucky هتبقى unlucky محظوظ غير محظوظ. this اللي هو الprefix this طبعا لو ضفناه بنحول الكلمة إلى هنا برضو play display يعني يعرض. هنحولها إلى معنى آخر. هنا play يلعب. display معناه يعرض. cover يغطي. discover يكتشف. يبقى هنا ضفنا prefix this وبيغير المعنى للكلمة. أما m طبعا m يعني يثبت لو ضفناها
لكلمة prove أصبحت improve يعني يطور، يبقى prove يعني يثبت أو يبرهن، لما نضيفها لنضيف لها im اللي هو prefix im هيحولها إلى improve يعني يحسن أو يطور. زيها برضو xex لو ضفناها على كلمة change هيحولها لكلمة أخرى وهي exchange يعني يتبادل، exchange يتبادل. بالنسبة للصف البريفيكس en اللي هو البداية en لو ضفنا لكلمة courage يعني شجاعة courage أصبحت encourage اللي هو الverb، تحول الاسم عندنا إلى verb فعل courage encourage. بالنسبة لأهم definitions التعريفات عندنا في unit 2 كوفي ماشين، كوفي ماشين قال لك a machine we use to make hot drinks، a machine يعني الآلة we use اللي احنا بنستخدمها to make hot drinks عشان نعمل مشروبات ساخنة، fridge اللي هي الثلاجة، a machine we use to keep food cold and help food stay fresh longer، a machine الآلة we use to keep food cold تجعل الطعام أو تحافظ على الطعام بارد and help food stay fresh longer وتجعل الطعام يظل ايه طازج لفترة، كيتل اللي هي الغلاية، a machine we use to boil water، a machine يعني آلة we use to boil water لغلي المياه، microwave microwave اللي هو جهاز الميكروويف، a machine we use to cook things quickly، a machine we use يعني الآلة اللي بنستخدمها لطهي الطعام بسرعة، oven اللي هو الفرن، a machine we use to cook the food to cook and heat food to cook يعني لطهي and heat food وتسخين الطعام، complaint يعني شكوى complaint something you make when you are unhappy about something، something you make يعني شيء بتصنعه when you are unhappy لما تكون غير سعيد about something من شيء ما. بالنسبة عندنا ل call back يعني return a phone call، call back return a phone call، order طلب، when a customer asks someone to send or make something for them، when a customer asks لما الزبون يسأل someone شخص to send or make something for them to send yourself or make something for them أو يرسل لشيء، طبعا هنا order طلب، email يعني يرسل رسالة بريد إلكتروني، email to send a message electronically to send يعني يرسل رسالة electronically يعني إلكترونية to send a message electronically اللي هو email. بالنسبة لجزء الأسئلة على unit 2 تعالوا مع بعض نراجع، read and complete the text with words from the following list، عندنا traditional customers sellers order used use، in the past few years the way we shop has changed greatly، we space to buy our goods in، we طبعا هنا traditional ولا customer ولا seller ولا order ولا used ولا use، طبعا هنا بنتكلم عن something in the past، يبقى عندنا we used to buy our goods in space shops، طبعا هنا in traditional shops يعني في محلات تقليدية traditional in traditional shops، on the high street or in the department stores، now يعني الآن space are increasingly buying online، طبعا هنا now يعني الـ order الطلب، اي طبعا هنا بقول لنا now space are increasingly يعني بيتزايد buying online الشراء online، طبعا هنا الـ customers اللي هم الزبائن ولا sellers البائعين buying بيشتروا online، طبعا هنا الـ customers now customers اللي هي الزبائن customers، now customers are increasingly buying online where they can order يعني يطلبوا whatever they want directly، طبعا هنا order يعني بيطلبوا whatever they want directly to their door with the click of a mouse، بضغط على الايه على الماوس، طبعا بيطلبوا الاشياء لحد المنزل طبعا بضغط بالماوس. نيجي عندنا number 2، عندنا traditional greener green customer store tradition، online shopping is better than in store shopping is طبعا هنا يا ترى greener ولا green، طبعا after all
An online space doesn't use the electricity that a space store might use, and it doesn't require the space to drive anywhere. Items are often delivered to several homes at once. Many deliveries fail the first time, and the driver has to try many times to deliver them. طبعا هنا بقول لنا online shopping is space than in store shopping. طبعا هنا is greener. يعني طبعا هنا نظيفة. طبعا عايزين مقارنة. In store shopping after all بعد ذلك and online not use the electricity لا يستخدم الكهرباء that a space store might use and it doesn't require the space to drive. طبعا هنا an online space doesn't use the electricity that a space store might. طبعا هنا an online store يعني المتجر اللي هو عبر الانترنت store doesn't use the electricity اللي يستخدم الكهرباء that a space store might use. طبعا هنا a traditional يعني تقليدي. A traditional store might use يعني ممكن اللي هو المتجر التقليدي يستخدمها. And it doesn't require the space طبعا لا يتطلب space to drive يعني يقود إلى مكان ما. طبعا الكاستمر اللي هو الزبون. To drive anywhere طبعا هنا items are often delivered to several homes at once. Many deliveries fail the first time and the driver has to try many times to deliver them. يعني مشاريع يدوية. All some business have hard time in the beginning. كل المشاريع الصغيرة في البداية كانت تبقى فيها صعوبة. But craft businesses ولكن أعمال اليدوية أو المشاريع اليدوية can have it much harder يعني يكون عندها صعوبة. Some طبعا هنا في مقارنة harder يبقى than some. Between the cost of materials يعني ما بين تكلفة المواد الخام and the time required to make products you can sell your handmade goods through a store or طبعا هنا the cost اللي هو التكلفة أو السعر through a store or من خلال store or online اللي هو عبر الانترنت. بعد كده عندنا موديل نمبر 4. Many people like to go to shops to buy their needs. They find it relaxing. I love online shopping as it offers many advantages over طبعا over يا ترى either ولا all ولا traditional ولا buy ولا both ولا stores. طبعا هنا it offers many advantages over space. طبعا هنا shopping first some online space have amazing goods for space ages. Secondly you can space anything online without going to crowded places. Thirdly it always has a discount. Again, then number one. Many people like to go to shops to buy their needs. They find it relaxing. I love online shopping as it offers many advantages over طبعا هنا over space طبعا هنا over all يعني بعد ذلك. I love online shopping as it offers many advantages over طبعا هنا over traditional يعني أقصر من تقليدية. Traditional يعني أقصر من التقليدي. First some online طبعا هنا some online stores يعني طبعا المتاجر اللي هي online stores. طبعا هنا بقول لنا some online stores have amazing goods for all ages يعني لكل الأمر all ages. Secondly we can buy anything online طبعا نشتري كل شيء online buy online without going to crowded places. Thirdly it always has a discount. بعد كده عندنا الجزء الخاص بالvocab. Model 1 the word free means طبعا هنا بتعني for no money. The suffix space forms an adjective of the word a tradition طبعا هنا traditional. The antonym of the word يعني عكس كلمة is negative طبعا positive. We add the prefix space to form the opposite of the word lucky طبعا lucky unlucky طبعا بنضيف ال prefix أو البداية un. Write your information to get a new password. That means you should space your information طبعا you should fill in يعني تملى لست مرة ببياناتك. Space is something you make when you are unhappy about something
طبعا هنا you are unhappy يبقى complaint يعني شكوى. بالنسبة لي النموذج number two, to space is when a customer asks someone to send or make something for them. طبعا هنا deliver. To space is when a customer asks someone to send or make something for them. يعني يطلب أو يطلب منه شيء. طبعا هنا order يعني يطلب. A space is a machine that used to cook things quickly. تطهو الطعام أو تطهو الشيء بسرعة. طبعا هنا الأوفن يعني الفرن. The opposite of wonderful طبعا عكس wonderful horrible يعني فظيع. Space is the prefix which forms the opposite of the word expensive طبعا بنجيب العكس من expensive. B البداية in inexpensive. The suffix space means that something can be done يعني شيء ممكن فعله. The suffix means that something can be done. طبعا هنا NES ولا apple ولا طبعا TION ولا EN. طبعا the suffix space means that something can be done. طبعا suffix اللي هو ممكن نقول accessible يعني حاجة يمكن الوصول إليها. Accessible. Mazin is connected to the internet. He is طبعا متصل بالإنترنت. He is online يعني متصل بالإنترنت. ومن هنا وصلنا لمراجعة unit 2. انتظرونا إن شاء الله مع مراجعة unit 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.